بسم الله ولدنا الروح القدس الاله الواحد امين. حل علينا نعمته وبركته وثناءه الى ابد الابدين كلها امين. النهارده بمعونه ربنا كما هو مبين في البرنامج بتاعنا احنا هناخد زمنين من الازمنه الليتورجيه اللي هو زمن صوم الاباء الرسل الاطهار وزمن صوم السيده العذراء والدة الابدان. الزمنين دول هندرس فيهم الالحان الليتورجيه اللي احنا بنقولها ونستخدمها في صوم الرسل وصوم الست عذراء. احب ان احنا نهتم جدا في تيرانوس جدا بانه ما ينفعش الليتورجيه ليست تراث فقط والليتورجيه ليست فولكلور فقط، لكن الليتورجية هي عبادة وسجود وتسبيح وتمجيد وطلبات وتشكرات. فلما نقول ألحان، حينما نردد ألحان ونحن لا نعرف ماذا تعني، يبقى معناها أنه إحنا يعني العبادة بتاعتنا مقصر، لأن العبادة لابد أن تكون بالروح والحق ولابد أن تكون بالذهن. فلذلك إحنا خصصنا أوقات كنيستنا القبطية كنيسة عريقة وجميلة. لما ما نفهمش العبادة بتاعتنا، العبادة هي مدخل للسماء، لكن إذا لم نعي العبادة وإذا لم نقتني معرفتها راح تبقى مخرج من الكنيسة مش مدخل. والدليل على كده ايه معنى كلامي؟ الدليل على كده ان بعض غير الفاهمين بينلعب عليهم من الطوائف ويقولوا لهم يعني انتوا فاهمين، يعني انتوا عارفين، يعني انتوا بتضيعوا وقت من غير. احنا مش بنضيع وقت، احنا الوقت بتاع الزمن العدمي بنحوله الى وقت ابدي حينما نقف امام الله، نقف امام هيكلك المقدس، نحسب ترقيان في السماء. لذلك أستاذ الدكتور جيرجس بوشرا أستاذ اللغة اليونانية، بنوظف اللغة من أجل خدمة العبادة. حينما نفهم العبادة إذن نوظف اللغة من أجل، لأن اللغة اللي بيقبلها ربنا هي لغة السمائيين. فلغة السمائيين الله يسمع الصلاة ويأتي إليه كل بشر من كل أمة من كل قبيلة من كل لسان. إذن نحن كنيسة القبطية كنيسة غنية لكنها كنيسة متألمة. كنيسة متألمة، احنا دلوقتي نتاج أزمنة اضطهاد ونتاج أزمنة الفتح الإسلامي ونتاج أزمنة ان اللي كان بينطق باللغة القبطية كانوا بينقطع لسانه، وتجملت اللغة القبطية نتيجة الزحف الإسلامي وتسيد اللغة العربية منذ بدايات أبا ساويرس بن المقفع، كان من أول الآباء اللي كتبوا باللغة العربية. لذلك إحنا علينا إن إحنا نستنهض أنفسنا إن إحنا ندخل إلى اللغات التي كتبت بيها كتابات الآباء وعلى الخصوص الألحان والمدسات الليتورجية. حينما نعيها ونفهمها ونتذوقها يبقى احنا بهذه الصوره بالصوره دي نبقى بنتقدم الى ما هو قدام. دكتور جيرجس النهارده هيدينا مجموعه من الالحان، وهيبدا الاول مدخلنا فيها من اللغه القبطيه. هناك الحان من التي نعبد بها ونسبح بها فيها أجزاء كبيرة يوناني وفيها أجزاء كثيرة قبطي، فإحنا لما نتذوق اللغة يبقى إحنا كده بالطريقة دي بنتعمق وبنعبد وبنسبح وبنفهم، وهو ده المطلوب من العبادة. الكنيسة القبطية ليس فيها سميعة، ناس بتقول وناس سميعة، بنقول يقول الشعب. فلازم كلنا لما بنقول ما ينفعش نستأثر بالعباده
اثنين ثلاثة المرتل وكبش الناس من الشباب صلاح حافظين او الخورس، مع احترامي لكل الطاقات الموجودة، ربنا يخدم الكنيسة بالطاقات، لكن كمان لازم كل الكنيسة تبقى عاديين ومشاركين ومتفاعلين. لو الشعب ما بقاش متفاعل ومشارك، من الصعب ان هو يواظب، صعب ان واحد يقعد 3 4 ساعات بيسمع لاكوتش هو مش فاهم او ايه اللي بينهال، صعب. عشان كده يعني خصيصا احنا خصصنا حلقات دراسيه في سيكشنز تيرانوس من اجل فهم الليتورجيه، من اجل فهم العباده، من اجل تحليل النصوص اليونانيه والقبطيه اللي هي بتخدم خاصه على فكر الاباء الليتورجي او الالحان الليتورجيه. اشكر كتير الاستاذ الدكتور جرجس، وهو ادانا المره اللي فاتت جزء من كتابه، لان مرجع هو الدكتور جرجس هو اللي مؤلفه في سلسله من الدراسات اليونانيه، قواعد اللغه اليونانيه القديمه، اللهجه العامه، الكتاب ده الجزء الاول للدكتور جرجس، وهو معروف يعني في مجال تعليم اللغه اليونانيه، يراجع أقوال الآباء وله محاضرات كثيرة ومقالات في دوريات عديدة. أتمنى أن ربنا يسوع المسيح يدينا نعمة عشان نسمع ونستفيد، وأتمنى أن ربنا يبارك حياته ويعوضه مجيئه، خصيصا هو لسه جاي من القطر، ربنا يعوضه على مجيئه للسيكشنز بتاع تيرانوس، وربنا يتمجد في وسطينا. كل سنة وأنتم طيبين، صوم رسل مبارك، والنهارده ليلة تعيد رئيس المراكب جليل الخليل اللي هو مدير أمن السماء والأرض، صاحب الشفاعة المقبولة، وشفاعة وبركة الأيام الجاية هي بصوم العذراء. ادينا ربنا نعمة وبركة لربنا المجد تاني من أبدين. اتفضل. بشكر ربنا جدا على المقدمة وعلى المسامحة. بشكر ربنا المسامحة لكم موجود يعني فصيل. زي ما تعودنا مع بعض، وفاكرين اخر مره احنا كنا اتكلمنا عن بعض الالحان اليونانيه وتحليلها اللي احنا بنصلي بيها، كنا بدانا بمقدمه عن اللغه اليونانيه، فاكرينها؟ فاكرين احنا اتعلمنا ايه في اللغه اليونانيه؟ قلنا لو اولا احنا المره اللي فاتت دخلنا الحروف، وقلنا لو قابلنا اي نص يوناني بمنتهى البساطه في اجزاء من الكلام شكلها ما بيتغيرش. عندي كلمة غير مقربة في الكلمات دي، مجرد ان احنا نحفظها ونعرفها لانها بتتكرر كتير جدا، وده هيسهل لنا. وفي اجزاء من الكلام شكلها بيتغير زي الاسم او الفعل، او في حاجه زي الاسم بالصفه او الضمير، قلنا لو اتغيرت ايه شكل ايه نوع التغيير اللي بيحصل فيها، وبناء عليها نقدر برضه نفهم مثلا زي الحاله العربيه، لما افهم الحاله العربيه هعرف الحاله العربيه دي بتعبر عن ايه، فاقدر افهم الكلام اللي انا بصلي بيه ده معناه ايه. ده كان المقدمة بتاع المحاضرة اللي فاتت اللي هو خاصة باللغة اليونانية، هنراجعها مع بعض، وهندخل النهاردة زي ما عملنا عشان النهاردة اللي فيه حاجات قبطي، هندخل على مقدمة تاني في القبطي، يعني ناخد اللغة القبطية كلها ملخصة في فوق ساعة ونص ساعة كده مع بعض. فكركم في اليوناني، طبعا احنا درسنا الحروف وعرفنا ازاي نعمل في اخر مرة في اليوناني، بعد كده قلنا الحاجات اجزاء الكلام اللي شكلها ما بيتغيرش تلات حاجات اللي هما فاكرين؟ رفع حروف الجر وادوات الربط والظروف. قلنا حرف الجر شكله ما بيتغيرش، لو نقول مثلا ايه؟ باين سول ايس توصي راموس، ايس دائره، كلمه شكل اك اكبر ثيرو جينيتيس من ان صوفيسو بروسومي، يعني بحكمه ان ده حرف جر شكله ما بيتغيرش. فالكلمات اللي شكلها ما بيتغيرش في اللغه اليونانيه اللي احنا لو حفظناها بعد كده قابلتنا في نص هنتعامل معاها بسهوله جدا جدا، اللي هي حروف الجر وادوات الربط والظروف. قلنا حروف الجر زي مثلا ابو جيناس جيناس، مثلا ابو يعني من، ايز الى، ان في، ان بي، اك من، وهكذا. في بعد كده ادوات الربط زي ما مثلا كي يعني ما، كره كتير جدا تقريبا نادر ما نلاقي لحن غير كي. اعرفوا ان في اللغه العلميه كي يعني وين، طبعا المفروض التركيز بيقول عليها قار كي مين كي واي مثلا يعني في البدايه، فاعرفوا ان دي حاجات سهله جدا وبسيطه بتتكرر كتير، فتساعدنا ان احنا
ذهنيا يتفتح الكلام اللي احنا بنسمعه وبنقوله معناه ايه. وفي طبعا زي كي مثلا من الحكايات المشهوره مثلا ادوات الربط زي مثلا غار. غار يعني لأن كلام كتير جدا. الله مثلا يعني لكن دي برضه من حاجات الكاركتر. بالاضافه الى حروف الجر وادوات الربط في ظروف. الظروف اللي بيعبر عن بيوصف لي الحدث حصل ازاي. لما هم مثلا مين كي مين كي اي مين يعني الان ارائيه دائما. هذه الظروف شكلها ما بيتغيرش. كاروس يعني حسنا. بالين يعني ايوه. يعني دي ظروف شكلها ما بيتغيرش. دي حاجه كويس ان احنا نعرف الكلمات اللي زي كده اللي بتتكرر كتير ومش صعب ان احنا نعرفها ونحفظها. ده ساعدنا في معرفه فهم النصوص المصريه. الاجزاء اللي شكلها بيتغير هم اساسا الاسم والفعل. طبعا الفعل زي ما قلنا في يعني بشبه مع العرب مثلا في زمن في تصريف اللي هو المتكلم والمخاطب والغائب والمفرد والجمع الحاجات دي. بالنسبه للاسم احنا عشان حاجه مهمه جدا مش هعرف الاسم اليوناني او المفتاح بتاع الاسم اليوناني كده ما اعرفها. اللي هم الحالات العربيه اللي موجود فيها الاسم في اللغه اليونانيه. يعني مثلا في العربي لو هو اسم عاوز اقربه تقريبا احط عليه فتحه او كسره او ضمه. ده كده لكن عندنا في اليوناني في حاجه بديله للفتحه والكسره والضمه. انا مش بغير اخر الاسم فتحه وكسره وضمه ولكن النهايه نفسها بغيرها. قلنا خمس حالات عربيه اللي بتغير الاسم على اساسهم اللي هم حاله الرفع النوماتيف وحاله المناده الفوكاتيف وحاله النصب الاكيوستيف وحاله المضاف اليه اللي هو الجينيتيف وحاله القاب اللي هو الديتيف. دول خمس حالات عربيه مهمين جدا نكون عارفهم قبل لما اجي اتكلم عن اسم يعني لازم وهو اسم لازم قبل ما افكر في اي حاجه اعرف هو الحاله العربيه بتاعته ايه. تمام؟ وطبقنا الكلام ده على مثلا كلمه كيلوس يعني رب. قلنا كيلوس ده حاله الرفع هنا يبقى مبتدا او فاعل او خبر اللي هي حاله النوم في حاله الرفع. لو غيرنا اس وحطينا بدلها ايبسلون قلنا بدل كيريوس قلنا كيريه حول المنادى زي قول كيريه ليسون كيريه فلوريسون كيريه انا فكيلوس لو تحولت كيريه تحولت من الرب فاعل الى يا رب منادى. طب نفس كيريوس لو حطينا شينا اس وحطينا اون تحولت نصب غالبا اللي هو بيعبر عن افراد كيلو تون كيلو نيمون ايكاتيسون اللي هو فلنتوسل الى ربنا ونطلب ربنا اللي هو هنا مفعول به. لو قلنا اون غيرناها وخليناها اون ممكن نمسك او كيريو دي حتى مضاف ليه زي ما بقول ايه اونوما تو كيريو مباركة قالت باسم الرب ان اونوماتي تو كيريو تو سي او لوجو كلها مضاف ليه؟ او تو سي او تو سي او لوجو يعني اللي هو كلمه الله دي مضافه ليه؟ زي بالظبط كيريو اللي هي كتير جميل. فلما اقول المضاف ليه اللي هو بيعبر عنه بالانجلش هو اوف كذا. لما اقول ايه اونوماتي تو كيريو يعني الاسم اوف ذا لورد بتاع الرب اوف اللي هو ده مضاف ليه؟ بيعبر عن الكلمه. طبعا حاله القابل اللي هو المفعول به المباشر اللي بقول تو كيريو بالاوميجا اللي هو زي مثلا ايه اسو منتو كيريو اللي النهارده يعني للرب زي ما مثلا تاسك رافق تاسك فراس منتو تو كيريو احنا بنوثقه للرب. فحاله القابل اللي هو ايه؟ اللي هو المفعول به غير المباشر. طبعا كل حاله من الحالات دول ليها استخدامات كتير جدا بس انا بقول ده اقصى الشيوع. يعني مثلا على سبيل المثال اخر ثلاث حالات اللي هم النصب والمضاف اليوم القابل اخر ثلاث حالات دول بيجوا بعد حرف جر. يعني مثلا حرف جر ان لازم الاسم بقى اللي يجي بعده يجي حاله القابل. انا بقول ايه صوفيه صوفيه دي حاله القابل مثلا. اك لازم يجي بعده مضاف ليه. ايس يجي بعده نصب مفعول به. فيعني الحالات العربيه اللي قلتها ليها استخدام كتير جدا. بس اللي انا الوظائف اللي قلتها من شويه دي اكثر شيوعا. طبعا مش كل مثلا حاله الرفع تبقى دي بالوصف زي كيلوس وكل حاله المدى بالاي زي كيري وكل نصب كيلو لا ده نموذج لاسم فعل مذكر اللي دي جزء في المجموعه الثانيه في اسماء ثانيه في المجموعه الاولى ليها نهايتها الخاصه بيها. المجموعه الاولى زي مثلا ماريا
او مثلا ايريني او لوكاس او مارسيتيس او ليوناس. في دي في اربع نهات، دي مجموعه اولى. مجموعه ثانيه اوس وان، زي مثلا ايفانجيليون. اوس زي كيروس اللي انا قلت عليه شويه، ايفانجيليون دي مجموعه ثانيه برضه بس اسمها حاجه. مجموعه ثانيه فيها حاجات كتير جدا، زي مثلا كلمه دينيفما، كلمه باسيلوس، كلمه بوليس، راستاسيس، جينوس، باتير، متير، ساركس. دي كلها نهايات خاصه بالمجموعه الثالثه. كل اسم من الاسماء اللي انا بتكلم عنه ده ليه تحليل النهايات الخاصه بيه. بس هنا دي نموذج مشهور شويه اللي هو كيروس. لكن كل اسم من دول حسب المجموعه بتاعته ليه نهايته الخاصه. يعني مثلا لو قلت ماريا تبقى في حتى رفع ماريا، المنادى ماريا، المفعول به ماريان اللي هو حرف النصب. ماريا تبقى انتي ماريان، المضاف اليه مارياس، القابل ماريان. الجمع طبعا في مفهوم جمع، لو عايز اقول مريمات هقول ماريال او ماريين بالفلوس الكنيسه، ماريال، مارياس، ماريون، مارياس، وهكذا. فكل اسم ليه نهايه خاصه بيه، بس انا اديت مثال بسيط اللي هو كيريوس. وبعد كده اي اسم هيقابلنا اقدر اطبق عليه اقول الاسم ده لازم اسال نفسي هو الاسم ده حل ايه. ده كان ملخص اللغه اليونانيه او قواعد اللغه اليونانيه او فكره اللغه اليونانيه هنتكلم عنها المره. النهارده عشان هيقابلنا في تحليل ان شاء الله زي ما بقولي مقال يعني مهم جدا ان انا ادخل الكنيسه ابقى فاهم كل كلمه ازاي. لان كل كلمه يعني اباء الكنيسه ما كتبوهاش بس يعني كتبت بدم وصلت لنا بدم عشان يكتبوها ويدونا فكرهم يدونا حياتهم اللي عاشوا بيها وخدموا لنا الكلام ده عشان توصل لنا وتحافظ عليها. يعني في اماكن كتيره كان يقول لك كنيسه مثلا اللي فيها القديس اوستينوس مش عارف هيب ولا اللي فيها بيسيريس مش عارف ولا قروها في مال فرانسيون، كل الحاجات دي بتأثار بس مفيش حاجات زي كده. فالايمان اللي وصل لينا واتحافظ عليه بدماء ابانا يعني كل كلمه بنسمعها في الكنيسه مش جايه بالسهل. فمهم جدا ان انا مش بطل الكنيسه ده وقت زي ما قال. مش بس موضوع ان انا مش بضيع وقت، موضوع ان انا استفاد من الغنى والدخل والثراء اللي كنيستنا وامنا يعني بتقدم ورا. وده يعني سبب ان احنا نحاول من خلال اللغه نقدر نفهم الحاجات العظيمه والجميله دي. انا قلت من شويه ملخص في اللغه اليونانيه، وفي دراسات عندكم في اللغه اللي هنا ممكن تتحققوا بيها يعني تدرسوها تبقى حاجه جميله كويسه. النهارده هدي برضه ملخص سريع كده في اللغه القبطيه، زي ما عملنا المره اللي فاتت في اللغه اليونانيه نعمل النهارده في اللغه القبطيه. هندي ملخص سريع في اللغه القبطيه للناس اللي دارسين قبطي افتكروا معانا شويه، والناس اللي ما درسوش النهارده هيتعلموا قبطي. في ربع ساعه او نص ساعه كده كنتوا هتعلموا اللغه القبطيه. خلاص؟ ببساطه شديده جدا. في ورقتين، يعني لو هنديكم ملخص القبطي كله في ورقتين. ورقه فيها النطق، ورقه ثانيه فيها اهم المفاتيح بتاع التصريف والقواعد. لو حد ما يعرفش يقطي خالص النهارده هيعمل معايا يقطي. بس المهم يعني نسمع كويس الحاجات اللي قلناها النهارده، وابونا يعني الفايلات اللي احنا بنعرضها دي موجوده مع ابونا هيبعتها لكم. ذاكروها واسمعوا المحاضرات دي كويس، هتلاقوا نفسكم بقيتوا اساتذه ان شاء الله. وعلى كل طبعا الهدف من ان احنا ندرس اللغه وسيله ان احنا نفهم بيها التراث اللي ابانا يعني قدموا لنا باللغه دي وكانوا بيتكلموا بيه وكانوا بيعيشوا يعني حياتهم اليوميه وهم بيتكلموا باللغه دي. ده الهدف يعني ان احنا ندرس. اول حاجه ناخدها النهارده يعني اللي هو هنتعلم ازاي هنبتدي من ربع نص ساعه كده هنتعلم اساسيات قواعد اللغه القبطيه. بعد كده هنبدا ناخد بعض الالحان، حوالي ست الحان كده من نصوص صم الاباء والاسف، نصوص صم من عظم. اللغه القبطيه في نطقها عندنا ثلاث يعتبر ثلاث جداول. الجدول اللي فوق، الجدول اللي قدام هنا، وفي جدول ثاني في النص. ايه قصه الثلاث جداول دول ببساطه؟ الجدول اللي فوق ده فيه الحروف المتحركه الفاوز. اللي هو عشان انطق حرف ساكن محتاج ان يكون معاه فاوز عشان اعرف انطقه. فدي اساسيات الفاوز، واي كلمه غالبا يعني اي كلمه لازم الاقي فيها فاوز. فلو عرفتهم هعرف حاجات كتير جدا. العمود الثاني اللي على الجنب ده
ده في معظم الحروف اللي هي الكل حرف له صوت واحد بس. دي حاجه جميله جدا. حد ما يعرفش انت قبل كده ولا انت قبل كده مجرد بس ما يعرف الجدول ده بسيط. هيتخيل يشيل الحرف القبطي ويحط مكانه حرف العربي او الانجليزي. هو هو. يعني مفيش اختلاف مثلا اللام تقطعها لام او ال بالانجليزي. سهله جدا ولا هي بتطلع جيم ولا هي بتطلع عين. هي لام بس. وهكذا بقى الموضوع سهل جدا وبسيط. الجدول اللي في النص بقى اللي هو بعض الحروف القليله يعني اللي مش كتار اللي هم ممكن الحرف يتطلع اكتر من مره. هنعرف الحاجات دي مع بعض ببساطه. خاصه ان في تشابه كبير جدا مع الحاجات اللي احنا درسناها في اليوناني ومع الانجليزي. كان الموضوع سهل وبسيط. يعني ممكن في 10 دقايق نتعلم اللغه الاكتريه. الجدول الاول حرف الالفا اللي عامل زي الايه بالانجلش ده حرف الالفا انطقه زي الايه بالانجلش بالظبط. مفيش مشاكل. او طبعا امتى انطقه ولا دي مش مشكله يعني. بناء على الكلمه في كلمه غلطها كده وفي كلمه غلطها كده مش مشكله. بعد كده الحرف الثاني لو حرف الاومكرون زي لغه الانجلش مفيش اي مشاكل. واو قصير الحرف الثاني اومكرون زي الواو بالانجلش ومعاها ثاني حرف يكسر ده واو برضه بس واو مضمومه الاولانيه اومكرون بس او ثانيه اومكرون او يبقى في او في او لو اومكرون يكسر الثانيه الحرف الاوميجا اللي عامل زي الدبليو بالانجلش ده انطقه واو بس طويله شويه او يبقى عندنا ثلاثه واو الواو اللي هي الصغيره اللي هو بالاومكرون اللي زي الواو بالانجلش او الاومكرون مع اليكسو مع بعض ده انطقه مضمومين او الاوميجا كنا دي اومكرون اللي هي او تمام بعد كده عندي بعد كده اربع حروف بيدوا صوت الايه صوت الايه الحرف الاول ده مش موجود زيه بالعربي بس هو زي ما في الانجليزي الابسو احيانا بيسموا النطق بتاعه اماله بقول ايه ايه نطقه ايه يعني مثلا لو حرف الطاء والت مع الابسون بقول تي تي مثلا قبضه مع ابسون كي فحرف الابسون اللي عامل زي الاي بالانجليزي ايه الحرف اللي بعده اللي عامل زي الاتش كده ده الايتا طبعا الشكل ده استخدمه في اليوناني بالكلمه ده بس اليوناني الجيتا في اليوناني عامل زي ده لكن هنا في الليفت بيستخدم شكل كابيتال بس ده اسمه ايتا بطاو ي بس ي طويله اي زي كلمه فيل بير اي يبقى الاولانيه ابسون اي الثانيه ايتا اي الثالثه اليوتا والابسون بيتشابهوا شويه ان هما كانهم كسره اي كانها كسره بس الابسون ليه شويه اختلاف في شويه هنتكلم عنه في الجدول الثالث اليوبسون ممكن انطقه حاجات تانية ممكن انطقه فين ممكن انطقه باب ممكن انطقه ايه نتكلم عنه بعد شويه نيجي بعد كده للجدول دي كلها حروف الباولز اللي هو الالفا انطقها او ا الرو ممكن او الرو ممكن يوبسون او الاوميجا او الابسون اي الايتا اي اليوتا واليوبسون الى الان كسر اي طيب نيجي بعد كده فقط حرف شبه الايه بالانجليزي ده حرف ايه؟ اسف بص هقول لحضرتك على حاجه هو الحرف ده اسمه هو اساسا يوناني ودخل القبطي اسمه في اليوناني ابسون بس هو لما استخدموه في القبطي غالبا يعني ايه ادوا له اسمه ايه لكن هو في الاساس اسمه ابسون لكن انا طبعا انا بتفق معاك طبعا في فرق بين الابسون واليوبسون اللي انت بتقول عليه ابسون ده اسمه يوبسون اللي هو بص يا جماعه ده اسمه يوبسون وده اسمه ابسون لكن انا طبعا انا يعني بتفق معاك ان فعلا بين الدارسين بالقبطي هم عارفين ده اسمه ايه وده اسمه ابسون صح انا معاكم في كده انا متفق معاكم في كده لو حد اتلخبط انا هقول لكم الطريقه بتاعتكم هقول ده ايه بس سيبونا اقول ده يوبسون لان ما ينفعش تسمي ده يوبسون هو اتخذ القبطي غلط وسموه ابسون اسمه يوبسون وليس ابسون يوبسون يوبسون فده ممكن اقول عليه اسميه ايه زي ما تكون مش مشكله لكن ده هو اسميه يوبسون تمام؟ يوبسون 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 يوبسون
حد عنده اسئله تاني؟ كلمه اكسس الحرف اللي هو قبل الاخير يوكسل. بتقرا واو ولا بتقرا كسره؟ هو طبعا في طريقتين في نطقه، في نهايه في مدرسه بتنطق واو ومدرسه بتنطق ايه؟ الصح ايه بقى يعني عشان ما اقدرش اقول الصح والغلط، ان هي يعني مثلا لو الصعيده بيقولوا مثلا جرجس والاسكندريه بيقولوا جرجس، اقول الصح الصعيده ولا الصح الاسكندريه؟ لو قلت كده صح يبقى تعالى الاثنين صح. الاثنين صح اللي هو يعني في منطقه معينه او مدرسه معينه او توجه معين او زمن معين بتنطق كده مش غلط، ده صح صح يعني. المهم اقول يعني لو ناس بيقولوا مثلا اختص، ناس بيقولوا اختيس. الاثنين صح. نرجع لموضوعنا يبقى الجدول الاولاني ده فيه فاولز اللي هو الفا ا اوميكرون او اوميكرون يوبسون او الاوميجا او الاي او الابسون اللي بيقول عليه الابسون بتاع الاي الاي اللي هو ايه امامه الاي طب اي بيوت او الابسون قصر. نيجي بعد كده الجدول الثاني اللي هو بيتكلم عن الحروف الكونسونانس، الحروف الساكنه اللي لها صوت واحد بس، دي سهل جدا مجرد اعرف حرف اعرف اسمه قريب كمان من صوته، فده اللي سهل عليا، ده ما ينفعش مش هفكر هو بيتنطق ايه، لانه زي الانجليزي زي العربي يعني دي صوت واحد بس، حتى شكله تلاقيه قريب شويه من الانجليزي. حرف الزيتا بنطقه زين، الزيتا بنطقه زين، القلقه بنطقه كاف شكله زي الانجليزي، اللمبة او اللولا او اللابلا او اللابلا ده بنطقه ليه؟ شايف حطه قريب شويه من الانجليزي. المي او الناس بيقولوا مي او الناس بيقولوا ميو بنطقه مي. الني بنطقه نون قريب من الانجليزي برضه. كسي بنطقه كسا. البي بنطقه بي تقيله ب. الرو را. الطرف ت. الفي ف ف بسي بس زي بي اس كده بس. بعد كده الشاي شين شين. الفاي ف خاي خا. الهوري ه زي حرف ه بالظبط زي الاتش. التشيما تش تش. اوكي التي تي تي كانها حرف الطاقم عليك تي. ده الحروف دي سهله جدا لان كل حرف يقابله صوت واحد بس وانا عندي الصوت بتاعه في العرب وفي الانجليزي مش اي مشاكل، هو بس محتاج يعني الناس اللي بيقول لك الابت صعب ولا اي حاجه محتاج بس ان هي تعوض عليه، لكن هو ما فيهوش اي مشاكل خالص يعني مجرد بس لو اي كلمه ابت بس ولقيت مثلا لمده احط صوتها لام طبعا في الاول يعني بعد كده المفروض ما استخدمش الترانسليتيشن ده واكتب الابت بالعربي خالص عشان اتعود بس كبدايه يعني لو لمده حطيت لام الاي مثلا حطيت ميم الكاف حطيت كاف الموضوع سهل جدا يعني ومجرد ان اعرض عليها هي سهل مفيش صعوبه. نيجي بعد كده اخر جدول هو ده اللي صعب شويه بس مع التعود هناخد عليه اللي هو في بعض الحروف اللي لها اكتر من صوت ولها قواعد الموضوع ليه قواعد هنقول القواعد بناء على طبعا الحاجات اللي شائعه في الميزه وصعبه برضه ان ايه يعني اكيد ما اكيد اي حاجه يبقى عليها اختلاف فممكن انا اقول حاجه يكون مثلا لا الكنيسه دي لا تنطق الحرف ده بشكل معين اختلافات بسيطه كل واحد ينطق زي الكنيسه بتاعته بس انا بقول تقريبا الحاجات الاكثر شيوعا في الكنيسه اللي احنا بنستخدمها في الكنيسه لكن ده ما يمنعش ان ممكن يكون في اختلافات لو في اختلافات يعني اقرا بالطريقه اللي انت اتعلمتها في الكنيسه يعني مش مشكله. حرف الفي تبطئه ف ف ف اللي هو الفي وعليه ثلاث نقط كده هو الفي بالانجلش اللي هو ف او ب خفيفه ب بنطقه ف لو جيت على حرف باول اللي هو حرف من العمود الاولاني لو جيت على حرف من العمود الاولاني بنطقه ف زي كلمه نيفين نوفي نيفين يعني كل ونوفي يعني خطيه نوفي يعني خطية، نيفين يعني كل. لو لاحظت حرف الفي تنطقه ب. ليه؟ لأن جاي بعد فاول. طيب، إمتى بنطقه ب؟ لو ما جاش بعد فاول، العكس. أو لو في كلمة علم، لو اسم علام، اسم شخص، اسم بلد، بفضل أنطقه ب حتى لو جه بعد فاول. أو آخر حرف. أو آخر حرف طبعًا، آخر حرف معناه ما جاش بعد فاول.
اخر حرف زي ما مثلا كلمه الثواب نطقها ب الثواب لما نقول مثلا كلمه شيروبيم نطقها ب رغم ان جاي بعدها ضمه لانها نطقها باسمها ده باختصار الحرف اللي بعد كده يبقى حرف الفيتا نطقه ف او ب ف لو جاي بعد ضمه غير كده نطقه باختصار بعد كده حرف الغمه بنطقه جيم او نون او غين جيم لو جه بعده حرف متحرك بيدي صوت الياء ايه الحروف اللي بتدي صوت الياء اللي هي الاب الاي والايتا واليوتا واليابسون لو جه بعده اي حرف من اربع حروف المتحركه دول اللي بيدوا صوت الياء بنطقه جيم زي كلمه جي يعني ار كلمه اريوس اريوس بقول جيم جي ار طيب انت بنطقه نون لو جيت بعده حرف حلقي ايه هي الحروف الحلقيه؟ هي القبضه والغمه والخيم والسي قبضه وغمه وخيم والسي لو حرف الغمه جه بعده حرف من الاربع حروف دول قبضه غمه وخيم والسي بنطقه نون زي كلمه انقص ادي غمه وايه بعدها خيم فنطقه نون انقص كلمه انجيلوس كلمه انجيلوس او انجيلوس ادي غمه جه بعدها غمه تاني نطقه نون غير كده بنطقه غين غير كده بنطقه غين تاني بحرف الغمه بنطقه جيم او نون او غين جيم لو جه بعده حرف متحرك بيدي صوت لماء الكسر ايه يعني زي الايطا الاي اليوطا اليبسون اي حرف من دول بعد الجمه بنطقه جيم زي الاجيوس وكده بعد كده بنطقه نون لو جه بعده حرف حركي كبه جمر في اكسي بطاقه نون زي كلمه انجيلوس فيما عدا الحالتين دول بطاقه دايما غين زي مثلا كلمه غار او كلمه غرقص حرف بعد كده سهل جدا لو حرف الدالتا لو في اسم عالم بطاقه دالتا غير كده بطاقه فيل لو مثلا كلمه دافيد ادام بطاقه دالتا غير كده بطاقه دالتا زي مثلا في ذورون فيكيوس فياكون حرف الثيتا زي دايما بنطقه ف الا لو جه قبله سيم او شاي بنطقه ت لان صعب ان ننطق ف وقبله السين او ش او شين ففي الحاله دي بنطقه ت فيما عدا ذلك دايما بنطقه ف الحاله اللي نطق فيها الثيتا ت زي كلمه ستوي ستوي يعني الخوف ستوي يعني رائحه وستوي نوف يعني الخوف اللي هي الرائحه الحلوه ستوي رائحه ستوي نوف الخوف فادي ستوي هنا نطقت في ط ت اللي صعب ان قبلها سين وانطقها ف فاقول استو نفس القصه لما اقول اش تو تير يعني انزعج او ارتعب او ارتجف لا في ط ده شر نطقته ت بعد كده في ط في ط من غير لو قبلها اي حرف من الحرفين دول بنطقها ف زي مثلا كلمه بارثينوس ثاي وهكذا حرف السيما في اليوناني بنسميه سيجما المفروض ان انا دايما بنطقه سين الاساس بتاعه سين حتى قريب من السين الانجليزي ولكن لو جه بعده حرف الميم في كلمه يونانيه بنطقه زين زي كلمه كلمة كوزموس كلمة بيرافوس كلمات يونانية لما جه بعدها مين نطقه زين كوزموس بيرازموس لكن لو كلمه غير يوناني جه بعدها مي او جاء او في اي وضع ثاني بنطقه سين زي كلمه اسمه طبيعي انا قلت اسمه ما جه بعدها مي عشان كلمه اسمه مش يوناني كلمه فالمفروض اقول اسمه اسم رعوت في اسم رعوت في اسم رعوت طبعا لو حد قال لك اسم رعوت وفي اسم رعوت مش يعني دي ما خربتش يعني بس انا اقول ادق عشان كلمه دي مش يوناني اقول في اسم رعوت واسمه اسم رعوت ده الادق فحد قال يقول اسمه في اسم الوقت خلاص مش مشكله كلمه مثلا تشيزي اي كلمه تاني فيها السيما حتى لو كلمه يعني هتطلع مثلا ابوستروف مثلا استافا مش اي حاجه هتطلع دايما سيما دايما سيما حرف الخي لو الحرف ده في كلمه يبتدي بلا اي نقاش دايما بيطاق كاف لو كلمه يبتدي دايما بيطاق كاف زي كلمه كوكيني اي حاجه اي كلمه فيها كي فيها خي او كي بنطق دايما كاف لو كلمه يوناني كلمه يوناني بالنسبه لنطق كنيستنا
في 30 لو جاي بعدها صوت اليه بلطقه شين في ما عدا ذلك بلطقه خالص. زي ايه؟ زي كلمه مثلا بسيشي بفشي بسيشي مع نفس جاي بعدها صوت اليه بلطقه زي اف اف افشي ادي كي او خي وجاي بعده صوت اليه بلطقه شين. لو طبعا الكلام ده يعني في ما عدا ذلك لو ما فيش بعدها صوت اليه بلطقه دايما خالص زي مثلا بيخريستوس وخاريزما وخاريزما. حرف الجنجة لو بعد صوت ايه بطاقة جيم غير كده بطاقة جيم زي مثلا جيمي جي او اكب جوم يعني صوت ايه بقول جيمي وجي غير صوت ايه بقول اكب جوم جوم يعني ده ديما جوم اكتبه وهكذا. اخر حرف هو حرف اليوبسلون لو قبله الفا ايبسو بطاقه في لو قبله الفا ايبسو بطاقه في زي كلمه معروف ام او بنفما روح. لو قبله حرف الام كلهم بطاقه وهي مضمومه اللي قلناها شويه او زي او او. طيب لو ما جاش كده ولا كده يعني لو ما فيش الفا ايبسو بطاقه في وما فيش ام كلهم بطاقه شويه يبقى الحاله الثالثه هيجي بين حرفين ساكنين وهنطقوا ايه؟ هنطقوا دايما ايه في الحاله دي هنطقوا ايه؟ ده هنتكلم على النطق جوه الكنيسه لكن الكلمه لو اصلها يوناني وعطاها جوه اليوناني القديم احيانا يبقى ايه واحيانا نون زي نطق الفيس والخوس مثلا لكن جوه نطق الكنيسه دايما حرف يبصر بين حرفين ساكنين بنطقوا ايه؟ او كسره يعني زي مثلا كلمه كيريوس او دينانيس وغيره. في شرطة أو نقطة كده بتتحط على بعض الحروف اللي هو اسمه جينكن ده كأني بضيف حرف الإبسون أو حرف الإي للحرف كان بقول إيه يعني مثلا حرف مثلا الفاي مثلا وحاطط جينكن كأني بحط إبسون بقول إف والحرف اللي يجي عليه جينكن أنطقه كأنه مقطع كأنه كان لوحده يعني مثلا إف يوت ما أقولش في يوت ولا في يوت لا إف وأسكت كان يوت اف يوت اف شيف اف ما في اي حرف هيجي عليه جينكن المفروض المنطقه المقطع لوحده. طبعا الجينكن بيفرق في المعنى يعني ممكن يديه معنى مختلف. حد لسه حاجه؟ اتفضل. في مرات الناس لما بقول اقول الشيف كان بيقول او شباب بيقول شيف صعب يعني الخير خير. بص يعني حسب القواعد بتاعتنا ان كلمه بروسيس شي كلمه يونانيه لو جاي وحرف الخي هنا او الخي جاي بعده بس فالمفروض اقطعها شي حسب القاعده المعتاده بروسيس شي. لكن في اتجاه ان بعض كان اسمه في كي مش خلاص دي مشكله يعني السؤال حسب القواعد شي لحد كان في كي مش كده كاف وكان بيقول شي الناس هتستغرب بيقول الف كاف وبتقال شي الصح هو المفروض تثبت حاجه معينه ما اقدرش في العربي يعني ما ينفعش كل واحد يقول بمزاجه ما اقدرش في اللغه اقدر اقول اللي هو الحق المطلق اللي هو لازم كل يعمل كده واللي يعمل غير كده حسب الشرط الاقرب للقاعده ما ينطقش الاقرب يعني قسم الاقرب للقاعده ان انا اقول شيء لكن النطق يعني انت ممكن في نفس الاسكندريه تلاقي واحد بينطق بطريقه بالتالي جنب في اسكندريه بينطق نفس الكلمه تاني مختلفه صح؟ هل تقول له لا وحده لا لازم كلنا احنا بلد واحده ولازم كله ينطق واحد؟ يعني في النطق ده احيانا عارف المهم ايه؟ الناس تبقى فاهمه لما اقول مثلا اي بي بروس مش يستحسن على فكره ده مصري هنا اصلا ملوش علاقه بالبيت خالص يعني احنا قصتنا بره بس مبدئيا لما اقول اي بي بروس مش يستحسن معناها اي بي اكل بروس مش الصلاه استحسن كفو اكل الصلاه كفو يا ريت انا ربطه كده الراجل قالها بص في الشيء بص في الكيم مش معنى بس ما اعرف اني لابس ولا افكر في الموضوع لكن انا اقعد اشغل نفسي هو قالها كي ولا شيء واكون هيزعل عشان ما قالش كذا كده احنا طلعنا بره القصه خالص خالص يعني هي هو كاف من شيء انت مش فاهم بس هو الادق في اللغه او شيء لكن في بعض الناس او بعض المدارس حتى جت تقول لا الكلمه دي بالذات بتقولها كي خالص في كلمه برضه ثانيه اسمها سوتي سمير وعندها سوسي سمير هو ده برضه يوناني ودي قصه كبيره جدا قول حضرتك اصل الكلمه اشتغل الموضوع ده حتى احنا في الصيام اصل الكلمه
على فكره كل اسئلتك يوناني مش قبطي، انا بتكلم في قبطي وانت بتسال يوناني مش مشكله. اصل الكلمه صوتزو او صوزو، صوتزو معناها انجي او انقذ او اخلص، تمام؟ ده الفعل ده اللي هو انجي او انقذ او اخلص. لما اجي اصرفه بشيل حرف الاوميجا اللي هو يساوي كلمه انا. صوتزو هو دي معناها انا، وصوتزو اخلص، انا اخلص. لما اشيل حرف الاوميجا خد هنا الستم او الجسم اللي خاص بأخلص او خلاص، كويس كده؟ احط بقى النهايات بتاعتي. في من ضمن النهايات اللي ممكن تتحط نهايات الافعال كتيره جدا، يعني لو عشرات النهايات او ما كانش مئات، يعني في نهايه اللي هو ثيتا اي ابسلون يوتا سيجما فيس. النهايه دي بتدي معنى اسم المفعول، اسم المفعول في حاله الرفع النوماتيف، المفرد سينجلر، الماسكل مذكر. هات امثله انت تعرف تسمعها وبعد كده اطبق الكلام. جناو يعني قد، جني فيس هو ايه البارتين من جني فيس؟ تكوين المولود او الذي ولد. صفرؤه اصله. لما اشيل الاوميجا اقول استافروفيس المصطوب ولا السول. اقول تاني جناو بالاوميجا انا اولد. اشيل الاوميجا وعندي جناو بعد كده احط عليها فيس تبقى المولود او الذي ولد. هو ايه بارتينو جني فيس الذي من العذراء قد ولد او المولود من العذراء. وزيها استافرو انا اصله، اشيل الاوميجا بتاع انا واجيب استافرو واحط عليها فيس تبقى استافروفيس الذي صلب عنا. هو استفر فيه في معسل الذي صلب عنا المصطوب او الذي قد صلب، وهي الثانية كانت الموجود والذي او الذي قد ولد. لما اجي اطبق الكلام على صوزو او صوزو هقول صوزو فيس مفروض معناها، وهرجع المعنى بعد شويه بس اتكلم شويه في المورفولوجي، معناها ايه الذي قد خلص او مخلص خلص عن هتكلم بس شويه في موضوع النطق. حرف الثيتا عندنا حاجه في المورفولوجي بتاع اللغه، من حرف الثيتا لو جه قبله الزيتا بيتحذف، الزيتا بيتحذف. فاصبح شكل العلم الكلمه عندي ايه؟ سو ثيس. يعني اصلها اصلا في الاصل كانت صوز صوز ثيس، بس نلاحظ كده ان انا بنطق بصعوبه، مفيش حاجه اسمها صوز ثيس صعب. فهم في اللغه اللي هي لو زيت بعديها ثيتا زيت تتحسب على طول، عشان يسهلوا شويه قالوا سو فيس فوس فيس، ده كلمه سو فيس. والثيتا بتطلع فيها لسان تتحذف في النطق، تتحذف في النطق ولا في الكلام؟ لا في الكتابه وفي النطق الاثنين، تتحذف في الكتابه وتتحذف في النطق. تبقى سايلنت؟ لا لا مش سايلنت، تتحذف اصلا تتشال تتشال. طيب نيجي بعد كده للنطق. في طبعا زي اللي هو الجيم والجيم بالنسبة لحرف الثيتا، في ناس بنطور فيه وفي ناس بنطور فيه. فبناء على الناس اللي بنطور فيه، وده مشهور جدا على فكرة، اللي هو ايه؟ حد دلوقتي يقول لك ثوم وتوم، تعبان وتعبان، توم وثوب. ده موجود احنا دلوقتي بنستخدمه في العربي يعني، وما تزعلش بقى من الابتي والشماس بيقول ايه وانت بتستخدمه في العربي. ناس تقول لك تعبان بتقول لك تعبان، ولا ثوم وتوم، ولا توم وثوم. احنا بنستخدمه في العربي ما تتخيلش. يعني لو لقيت واحد قال لك تعبان وقلت لها قالك تعبان ما تزعلش منهم، تقول لا لازم نوحد النطق، لا اما تعبان لا اما تعبان. مش بنعمل كده، دي الطبيعة ان احنا مختلفين، يعني احنا كل واحد بيغير فكره بيقول لها ازاي، فتعدد كل البشر ان هم يوحدوا مش عارف. بس القاعده اللغويه هي السوسيس صح؟ انا بص تاني انا بقول لك ان ده حاجه اسمها تمسك في كتير من الحروف اللي هو بنلوم الطلاتين الفرنساويين نفسهم، يعني مش هجيب لك العرب، الفرنسيين نفسهم لو حرف الارض بتاعتهم مش عارف اللي هو مره انطوى غين ومره راء وهكذا، يعني حاجات زي كده كتير. طيب ففي ناس بتطوع فيه، ده انا شايف ان دي الادق شويه بالنسبه للدراسات الحديثه، في ناس بتطوع فيه ودي يمكن نقطه قديمه شويه تمام، لكن المدرسين موجودين. لو انطقها بالثه اقول سو فيس، وساعتها اقول استافرو فيس، وساعتها اقول جيني فيس. لو انا طالع بالت اقول صوتيس، ساعتها اقول جيني تيس واستافرو تيس.
ويفضل ان احنا نوحد كله تيس يا اما كله تيس. يعني النشطه اليوسا اقولها صفو تيس ويا اما اقول سوفيس. ليه ما اقولك هنا كله تيس يا اما كله فيس؟ في المعنى كلمه في المعنى معناها مخلص او خلصت. مخلص او خلصت. تمام؟ زي مصلوب او صلاب او مولود او ولد قد ولد قد ولد. تمام؟ جاوبت على سؤالك؟ ماشي شكرا. احنا تقريبا خلصنا كده الحروف. تقريبا كده وصلنا لحد دفع الحروف. قلنا ان الحروف الناس ما تعرفش دلوقتي، الناس اللي لسه جايه احنا بنتعلم دلوقتي دلوقتي، احنا بنتعلم دلوقتي في ثلاث دقايق. اللي هو عشان اقرا رقبتي اعرف ثلاث كتاب اميزون كويس. الجدول الاولاني اللي هو فيه فاونس الالفا ا او ا، الاومكرون او، الاومكرون او، الاوميجا او، الان اي، الايتا اي، اليوتا واليبسو اي. بعد كده الحروف اللي هي ست واحد زيتا زين كابا كاف لاولا لا لاولا لافلا لام ميميم نينون سي كس بي ب رورا تا ت في ف سي بس ش ش ف ف خ خ ب ه ش م ش ت ت تي. بعد كده حرف الفي طبعا طاو ف لو بعده فاول زي مثلا ل ف فطاو ب لو في اخر كلام او في كلمه علم زي مثلا كلمه اف او. حرف الغمه ج لو بعده كسر زي اجيوس اجيوس، ونون لو بعده حرف حرف زي انجلوس، وغير كده غين زي غار ووسط. حرف الدال اسم عربي منطقه دال زي ضفيط او ضام، غير كده منطقه دال زي في او غروب. حرف الثيتا بنطقه دايما ث، وخلي بالكم الث بنطقه فيها ثاني ث، الا لو جه قبله سيما او شاي بنطقه ت زي مثلا ستوينوف. حرف السيما دايما بنطقه سين، الا لو كلمه يونانيه بعدها ن بنطقه زي كوزوس. حرف الخي بنطقه لو كلمه ت دايما كف، لو كلمه يونانيه بعده كسر بنطقه شين 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 زي مثلا بسيشي. لو كلمه يونانيه وما فيش كسر بنطقه خاء زي مثلا كريستوس. حرف الجرجا بعده كسر بقول جي زي مثلا جي جي جين مثلا، ولو ما فيش كسر بنطقه جي زي جوم او جوم. حرف اليبسون لو قبله الفا او ابسون بنطقه فا زي اف اثماف او ايف زي بنام. طيب لو قبل اوكرو بطاقه او زي او او، لو قبله لو بين ساكنين بطاقه ايه زي دينيس وخيز وكيلوس وهكذا. قلنا اخر حاجه ان جينكن لو في حروف بحط عليها الشرطه دي معناها ان بتاخد حركه لوحدها كده من حرف اليبسون ايه او اي ايه. يعني مثلا الفي احطها على جينكن تبقى اف، وانطقها لوحدها في الكلمه زي اف يوت. تمام؟ وهكذا. ده الجزء الخاص بالحروف، حتى عنده اسئله في الحروف؟ تمام. ندخل على دي ورقه واحده بس. على فكره انا شرحتها في دقيقتين او ثلاثه بكتير خالص. يعني عشان ابينكم دلوقتي بالصح. بس هم كده كرروه ومارسوه. بعد كده لو انتم بتسمعوه في الكنيسه شوف ده حرف ايه ومنطقه ايه، فكر بقى في المعنى ده يديني جميل جدا. اتفضل. في سبع حروف مفهومين في اليوناني والجديد. دي اصلها ايه؟ اه تمام كلامك مظبوط. طب ليه اضيف ده؟ يعني هقول لك هما في الاول اللغه المصريه القديمه مروا باشكال الكتابه الهيروغليفي الهرمتيكي الديموتيكي. زي مثلا دلوقتي انا لما اجي اكتب مثلا انجليزي بالعربي كويس؟ اجي اكتب انجليزي بالعربي وافاجئ ان حرف الاف بالانجليزي وحرف الفي بالانجليزي انا عندي واحد بس فيهم اللي هو حرف الف بالعربي. اعمل ايه؟ اروح اختار انا اختراع جديد، اقول انا هعمل حرف اضيف حرف جديد مش موجود في العربي عشان يميز بين الاف والفي، واجيب حرف الفاء العربي واحط عليه درجه نقط. دي حاجه بالظبط زي اللي حصل، اللي هو انا بدل ما بكتب الهيروغليف والديموتيكي انا هستخدم حروف يوناني. جبت حروف يوناني بس انا عندي حاجات مش موجوده في اللغه بتاعتي. اعمل ايه؟ رحت انا اخترعت شويه حروف عشان اضيف الحروف اللي مش موجوده في اليوناني اللي هو مش عارف فرق خالص ولا مش مشي ببساطه. تمام؟ بالمناسبة عايز اقول لك حاجة مهمة جدا عشان احنا بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. الدكتور جيرجس بيدرس
من عشرات السنين ثلاث لغات، يوناني قبطي لاتيني، ومعاه كذا شهادة دكتوراه في المواد دي، وعنده مطبوعات في التخصص اللي احنا نشكر ربنا ان في ديراوس بنجيب اعلى درجة في التخصص. من ضمن الحاجات العجيبة ان هو قايل عنده مؤلف عن اللغة اليونانية، عنده مؤلف تاني عن اللغة اليونانية في الليتورجية في الكنيسة القبطية، يعني في صميم السيشن اللي احنا بنتكلم فيه. لكن كمان جوه الجزئية ديت هو احد الاعمال المهمة جدا اللي ترجمها، ان هو ترجم الكلمات عن الانجليزية، ترجم الدكتوراه اللي كان اللي عملها المتنيح عبد غريغوريوس العلامة اللاهوتي اللي بتفتخر بيه الكنيسة القبطية، ترجم عن الانجليزية الدكتوراه بتاعته اللي هي الكلمات اليونانية في اللغة القبطية. رسالة دكتوراه قدمت لجامعة مانشستر وقام بنشرها جامعي عبد غريغوريوس 2010. برضه من ضمن الحاجات اللي مهمه جدا اللي قدمها دكتور جرجس حاجه جميله جدا، العهد الجديد ابتي عربي. فالحابب ان هو يتعمق، هو في خطين دكتور جرجس يفيدنا فيهم جدا، اللي هو خط الدراسات الليتورجيه حسب أصولها القبطية واليونانية، وهناك خط آخر للذين يحبون أن يدرسون اللغات، لغات أز لانجوج. يعني إحنا يعني المرة دي إدى مدخل قيم جدا للغة القبطية، مرة اللي فاتت إدى مدخل قيم جدا للغة اليونانية، لكن ده مجرد مزاقة على الماشي كده، مجرد مدخل. لو حابين في تيرانوس إن إحنا ندرس لغة الصيف يبقى ده كلام، ده موضوع اخر نقدر نفرد له كذا حصه او كذا سيكشن، اما قبطي اما يوناني اما الاثنين مع بعض. ده مساله ممكن نبقى ندرسها بتقالي، لان انا شايف ان دراسه اللغه على درجه كبيره جدا من الاهميه. شكرا. شكرا. هنكمل مع بعض بقى ايه؟ احنا خلصنا دلوقتي ازاي ان انا اقرا، هدي شويه مفاتيح في اللغه القبطيه ازاي افهم. زي اي لغه احنا بندرسها في الفوناتكس بتاع اللغه، وفي معاه حاجه اسمها المورفولوجي والسيمانتكس اللي هو التصريف والمعنى. زي ما نقول مثلا ابي وابونا، ايه اللي حاطين فرق بين ابي وابونا؟ احنا عملنا حاجتين، لو عملنا حاجه ولادك عملنا حاجه، هو الاب المفرد لكن تمام. ايه اللي حصل؟ اقول لكم اللي حصل. اللي حصل كلمه اب هي نفس الكلمه، حطيت غيرت حاجه في المورفولوجي بتاعها، مش المورفولوجي على الشكل، في الشكل بتاعها حطيت ايه؟ ايه بقت معناها الاب بتاع جامعه؟ ابي. جيت عند نفس كلمه اب وحطيت واو نون الف بين ابونا اللي هو الاب بتاعنا كلنا. فاللي حصل تغيير مورفولوجي ادى تغيير في المعنى. فده اللي احنا بنعمله. لو احنا مجرد دراستنا للغه مجرد ان انا اعرف اقرا، دي مش لغه خالص خالص، دي مش لغه يا جماعه. ولو انا بدخل كنيسه وبقول لحن ومجرد بس بستمتع ان انا بقول لحن وجميل وحلو وانا مش فاهم بقول ايه، دي مشكله، دي مشكله كبيره. يعني في اسوء الظروف لو انا مش عارف ابص للعرب اعرف معنى ايه، اكون عارف الكلمه دي فاقدر اتواصل الكلام ده معناه ايه، اعيش فيه وافكر فيه وانا. لكن هنا لو بصينا حاجه مش عندي، مش دي مش لغه، دي مش لغه. حضرتك حاجه التاريخ لما بنقول نتكلم على تاريخ اللغه القبطيه بنقول ان تم اقتباس حروف من اللغه القبطيه من اللغه اليونانيه واستخدامها في الكلمات القبطيه. هل الحروف دي تعتبر حروف يونانيه؟ يعني لما حضرتك تكتب يوناني تجد اختلاف كبير متهيألي بين الحرف اللي انت بتشوفه ده والحرف الاصلي بتاع اليوناني. وحضرتك ما حضرتش معانا المحاضره اللي فاتت؟ المحاضره اللي فاتت؟ اه. ولسه لقيت معانا قلت اليوناني بالتفصيل والحروف. هتلاقي في اختلاف في الشكل ده وشكل ده، ده الاخطر. ايه سبب الاختلاف؟ هقول لك بقى. ليه ما تعملش الشكل؟ تمام. هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ بص حضرتك. رغم ان طبعا بره الموضوع بس مش مشكله، لازم اجاوب يعني. انا بحب الناس تعترف.
دايما بنسى قطعنا من المشكلة عشان ما نسيبش حد شوية. هي فرصة ان احنا نستفيد من حضرتك. بص يا فندم هقول لحضرتك حاجة. تخيل معايا الحروف العربية تاريخها تعرف تنشكل ليه؟ أول حاجة تنشكلها كده عامل زي السورياني ومن غير نقط خالص. يعني الجيم زي الحاء زي الخاء زي الباء زي التاء زي الثاء زي حاجات كده زي بعض. وتطور شكلها خد كل شويه بتطور واحنا قايل الان في حاجات مش عارف الخط الكوفي والخط الديواني مش عارف الخط ايه البصر. فاللغه بتتطور كان في وقت معين نفس القصه اللغه اللي هي شكلها بتطور. يعني في قصه كلاسيك اللي هتشوف فيه ليه؟ اسمعني يا اخي اسمعني يا اخي. اللغه اللي هي شكلها بتطور في العصر البطلوني كان لها شكل وشويه دخل حاجه في العصور الوسطى شكلها شويه دخل في المغرب العصور الوسطى في حاجه في بغداد نشوفها اسمها اسم الكرسي اللي هو الخط المتسق كان الكلام شغال مع بعض. فاللغه اشكال حروف بيتغير لما قلت التوقيت اللي قلت خد فيه الحروف بتاعت اليوناني كان العصر ده الحروف اليوناني كانت بتكتب بالشكل اللي احنا بنستخدمه بنكتب دلوقتي. يعني انا لو كتبت برديه او مخطوطه يونانيه من القرن الرابع او القرن مثلا الثالث او الثاني الاقي الحروف اليونانيه بنفس الشكل اللي انت بتحب تستخدمه في كيس بيت. واضح الموضوع؟ نرجع للموضوع ده. قلنا لما الفرق بين ابي وابونا ان انا نفس كلمه اب غيرت في شكلها والتغيير في الشكل او بمعنى اخر التغيير في التصريف ادى تغيير في المعنى. انتوا حاسين ان في فرق في المعنى في الفكر في ذهني لما اقول كلمه ابي وكلمة أبينا أو أبونا أبينا في 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 فرق في المعنى في خلاف في أبي أبينا جرب كده أبي أبينا المخ كده بيوديها على حاجات بتطلع أنا صح أنا صح أه هو ده جزء أهم من اللغة. إن بعد ما بدرس الصوتيات اللي هي الفوناتكس بتاع اللغة مهم جدا نعرف إن في حاجة اسمها المورفولوجي اللي هو الكلمة دي شكلها بيتغير والمورفولوجي ده بيوديني على حاجه اسمها فانكش او مينينج او سيماتكس اللي هو المعنى بيتغير مع الشكل. ده تغير الصوت ده تغير الشكل دي تغير في المعنى وده طبيعي جدا. لو انا توقفت وللاسف الشديد جدا يا جماعه لازم تفهموا النقطه دي ان في ناس يقول لك تعالى انا اعلمك دلوقتي ده في بعد حصه الاحد النهارده حصه دلوقتي ايه تعالى دلوقتي ازاي؟ اعلمك دلوقتي وتشوف حروف دلوقتي واقعد على خليك تقرا. طب الكلام اللي انا بقراه معايا ايه؟ مش مشكله المهم عرفت تقرا تطلع من الجاليه وتقرا انت مش فاهم ليه؟ دي مش لغه يا جماعه دي مش لغه. اللغه معناها بعد ما اقرا اكون عارف الكلام اللي قريته ده معناه ايه؟ وانا بصلي وانا بسمع ببقى فاهم الكلام اللي بقول ده معناه ايه؟ ده مهم جدا. الجزء اللي جاي بقى في يعني كمل قصه اللغه هاخد شويه حاجات صغيره جدا خاصين بحاجات بتحصل تغيير وشكل الكلمات النطقية اللي بتديني اختلاف المعنى وده اللي بنطبقه على طول مع بعض دلوقتي في الالحان اللي احنا بناخدها. طيب الابتي في حاجات زي اليوناني فاكرين لما قلنا في حاجات شكلها بيتغير في حاجات مش شكلها ما بيتغيرش؟ طيب الحاجات اللي شكلها ما بيتغيرش برضه هنلاقي مثلا في حروف جر مثلا زي خير يعني مثلا في مثلا او وو و اداه ربط دي برضه شكلها او احيانا مثلا بعض الظروف مثلا الميني دائما انفو هو اليوم دي ظرف. ففي بعض الكلمات شكلها ما بتتغيرش وكويس لو احنا حفظناها هتساعدنا ان احنا نبقى عندنا فوكابلري شكلها ما بتتغيرش. الحاجات اللي شكلها بتتغير يعني الجزئين الاساسيين في اجزاء الكلام شكلهم بيتغير هم الاسم والفعل. طب الاسم لما بيتغير بيحصل فيه ايه؟ الاسم اللي في اللغه القبطيه النوع فلو عارفين ايه الفرق بين الاسم والفعل؟ ايه الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم والفعل فعل برافو عليك. طبعا باختصار باختصار الفعل شيء او حدث في زمن. لما اقول مثلا يجلس او جلس او يجلس او يجلس ده في زمن جلس او يجلس. لكن نقول الجلوس الجري يعني اصل حد اصل حد يفتكر ان الحركه الجري ده فيها حركه. انا هنا عندي ما عنديش الجري ده ما فيهوش زمن ما عندوش جري امبارح او جري دلوقتي ولا هيجري بكره
جبل طيران لكل اسم ايا كان. المهم الحاجه اللي فيها الزمن بنسميها اسم، حاجه اللي فيها زمن واشتقاقاته منا مثلا الامر لا اسم فعل، ده الفرق بين الفيرب والنوم. كويس كده؟ طيب اقول لكم بقى فضيلتي بتتعامل ازاي مع الحاجتين دول، واقول لكم على فكره بسيطه جدا كلمه السر في ان انا افهم دلوقتي. الابت غالبا بيبقى فيه عارفين مثلا زي الكنيسه مثلا كده، تيجي دلوقتي مثلا الستاير بتاعتها مثلا باللون النزيهي ده او الاحمر، تلاقي مثلا بعد شويه في الاسبوع الاعلام تلاقي خالد ستاير اسود نفس الكنيسه، وبعد شويه مثلا في الخمسين خالد ستاير ابيض نفس الكنيسه بس انا بغير الشكل، وبعد شويه مش عارف بمناسبه معينه مش عارف احط ايقونات ايه عشان احتفل بمناسبه ايه، ونفس الكنيسه نفس القصه في الابتدائي بيبقى عندي ستيل جزء ثابت وغير حاجات الشكل، الحاجات دي تبقى في البدايه دي، ده اللي بسميه تغيير مورفولوجي، تغيير في الشكل وبيدين تغيير في المعنى. طب ايه اللي بيحصل في تغيير الشكل في كلمه في الابتدائي؟ اولا هتكلم عن الاسم، عن الاسم في الاول وبعد كده هتكلم عن الفعل. بالنسبه للاسم لو الاسم عندي، لو الاسم نكره، لو الاسم نكره، لو الاسم نكره، عارفين يعني ايه نكره؟ ما اعرف يعني هو مثلا كنيسه ولا كنيسه، انا رايح كنيسه انا رايح الكنيسه، لكن هو رايح الكنيسه يعني رايح كنيسه معينه. لو الاسم نكره وكان مفرد سواء كان مفرد مذكر او مؤنث بحط حرف الام كان يقصد زي ما مثلا ايه هو إكليسية كنيسة، هو إشي صلاة، هو قوم كتاب أي حاجة. طيب نفس الكلمة لو حطيت عليها هون كلمة نكرة برضه بس نكرة جمع، يعني فيها الواحد ده برفكس مورفيم يعني حاجة بتضاف لأول الكلمة، فلما الاقي هو غالبا الكلمة الأداة دي بتعرف لي الكلمة دي نكرة رايح كنيسة هو إكليسية. نكره مفرد صوت ضخم مثلا او مثلا اوران اسم او شيري ابن او شيري ابنه ايا كان، لكن لو حطيت هان هان ران اسماء هان كنيسيه كنائس وهكذا، يبقى الاسم هو ثابت زي ما هو ما اتغيرش، عامل زي الكنيسه كده، انا بغير الستاير في الشكل خليها احطها، لكن ما بغيرش حته من جوه يعني كلام زي ده. هو اللي بعمله يبقى عندي الاسم ثابت وبغير البدايه بتاعته، و يبقى الاسم نكرة، هان يبقى الاسم ايه؟ جمع. طب لو الكلمة دي لو الاسم معرف لو حطيت بي او اف او اف بدل او يبقى هنا مفرد مذكر، ودي لو حطيت بي او اف او اف مفرد مذكر، لما اقول مثلا بي ران بي ابن امة معناها ايه؟ بي ران وبي ابن امة، بي ابن امة ايه؟ الروح، بي ابن امة بس او بريما دي الستيل بتاع الاسم اللي هو معناه روح المفروض ما بيجيش لوحده، لما اقول بنفع الروح بي بنفع الروح هار بنفع الروح ده انا كده نفس في كلمات تاخد اب زي اب شيري شيري اب بشير اب، في كلمات تاخد اف زي اف فران برضه او بيران او فران الاسم اف يوت الاب او الاب. طب لو مفرد مؤنث ياخد تي او ات او اف زي مثلا تي ماف الام او ات في يعني السماء او اف ماف الام برضه، فالاسم مفرد مذكر بي اف اف، لو الاسم مفرد مؤنث تي اف اف، طب لو الاسم جمع سواء مفرد مؤنث بحط الني، لو قلت مثلا ني ران الاسماء نيسون نيسون مثلا الاخوات ني ماما الامهات ني في يوم السماوات وهكذا. طيب لو عاوز اشاور اقول هذا والكلمه تبقى منتصره في الاسم المفرد المذكر بقول باي مثلا، اللي مثلا ايه باي هو هذا اليوم، لو مفرد مؤنث بقول طاي زي مثلا طاي شوري هذه الشوري، طب لو جمع اقول ناي ما الاوسطوس او لا الرسل كلمة تبقى شبكة. طب لو عاوز اشاور من غير ما الكلمة تكون شبكة في الاسم اللي بدل باي او فاي اللي هو مثلا فاي بي بي اي هو هذا هو اليوم، او فاي فاي تي تي شوري هذه هي الشوري، او ماي وهكذا.
ده بالنسبة لأدوات التنكير وأدوات التعريف المفرد سواء مذكر أو مؤنث أو غيره. في بعد كده أدوات الملكية. أدوات الملكية لو أنا عندي اسم، لو أنا عندي اسم هيبقى هو المملوك، هو اللي هيملكه. أول حاجة هجيب الاسم ده وهسأله ده مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع. لو الاسم ده مفرد مذكر احط حرف البي في الاول ب، يعني عندي الاسم مثلا كلمه يوت يعني اب، ده الاسم بتاع كلمه يوت يعني مفرد مذكر اجيب كلمه يوت، وبعد كده مفرد مذكر احط في الاول خالص حرف البي كتير ب، واجي بعد كده بين حرف البي وبين الاسم المفرد المذكر احط المالك. لو انا المالك احط الالفا اقول با بي مع الالفا با يوت ابويا. لو انت المالكه اقول مثلا بي ابسون او ايه اقول بي يوت ابي. لو انت المالك احط ابسون كفر اك بيك يوت ابيك. لو هو المالك ابسون فار اف اقول بي يوت ابي. لو هي بس يوت ابيها. لو احنا بن يوت ابونا. لو انتم بتين يوت نفس دي هو هو نفس اليوت بس جوه حاطط ايتين بتين يوت ابيكم. لو هما اللي بيملكوا اقول بو يوت ابوكم. ده الملكيه اللي هو الاسم المملوك مفرد مذكر. طب مفرد مؤنث ماف مثلا. لو مفرد مؤنث حط في الاول خالص حرف الطرف واحط هما هما الضمير بتاع المالك الطرف والمف في الاخر واحط المالك. لو انا اقول طا ماف امي تك ماف امك تي ماف امك تف ماف امه تس ماف امها تن ماف امنا تتن ماف امكم تو ماف امهم. طب لو جمع مثلا مثلا الكنيسيه مين الكنيسيه كنانس كلمه الكنيسيه مثلا جمع استخدمها كجمع احط الكنيسيه هنا احط في الاول حرف النيم احط الملك في النص ما اكنيسيتي او باب الاكنيسيه خليها يوت يعني اباء الام واليوتي احط الملك في النص نا يوتي اباني ني يوت يوتي يعني ابائك ني يوتي ابائك نف يوتي اباؤه نس يوتي اباءها نن يوتي اباءنا نتن يوتي اباؤكم نو يوتي اباء. صعب ولا سهل؟ سهل. في حاجه عزيزه فاضل يا باشا يوت كان بيقول لك مفرد يعني لما جينا جمعناها يوت. هل القاعده دي موجوده في اللغه اليونانيه لو اتكلمت يوناني؟ بص حضرتك هو احنا موضوع ان انا اغير الجنسيه من الحرف فده دي كلمات قليله جدا يعني مثلا اتفيت بني في الاول اتفيت بني في الاول لكن مثلا كلمه مثلا صوت بسناجيو وهكذا يعني هو بعض الكلمات قليله لكن في معنى زي ماف بنغمى شيل ما بغيرهاش يعني بلاش قاعده لا انا ده كل الكلام ده انا بقوله يبتي الموضوع يبتي اليوناني دي قصه ثانيه خالص ان انا بغير النهايه زي مثلا كيلوس حضر عليها كيلوس تبقى كيلي او كيليو دي لها قصه ثانيه مختلفه بغير النهايه بغير الاستيل ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على يبتي ان اقول مثلا رانا هقول بي رانا الاسم وني رانا الاسم ما فيهاش حاجه مثلا لو بقول مثلا الام او تي ماما الام وني ماما الام ما غلطش حاجه روح ليه بنغمى الروح وليه بنغمى الروح وهكذا. بس بعض الكلمات الشاذه قليله جدا بتبقى بغير السن تحت المفروض الضمير بس يعني يعني الاستم اللي هو الكلمه نفسها بتتغير المفروض جمع دي كلمات قليله زي العربي جمع تكسير وجمع زي جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. جمع التكسير هو ولد الاسم نفسه ولد او ولاد معلم معلم قاعده بالنسبه للمورفولوجي بتاع او في اليونان المورفولوجي ده بينتج منه ان انت لما بتغيره ينتج منه زي حسب حروف الملكيه او التغيير او الاسماء او الحاجات اللي في اللغات الثانيه يعني. تمام هقول لحضرتك حاجه الكلام اللي احنا بنقوله ده هو قصه المورفولوجي ده كلام مطبق على اي لغه في العالم اللي هي ايه ببساطه؟ اغير شكل الكلمه دي تغيير المعنى ببساطه. مثلا في الانجليزي لما نقول مثلا ايه؟ شايلد وشيلدرن بوي وبويز انا عملت ايه؟ غيرت في المورفولوجي في تغيير المعنى ببساطه. بدي اي حاجه
بديك اللغه غير الشبي دي تريك معنى التمرين في المورفولوجي بينتج عنه حاجات تانية بتساعدنا في اللغه زي ضمائر الملكيه وضمير الغائب منها بقى الملكيه وحسب كل لغه منها الملكيه ومنها المفرد والجمع ومنها المذكر والمؤنث ومنها الازمنه بتاع المضارع والماضي والامر الحاجات دي كلها كل الحاجات دي لازم يكون في تكليف في الشرح عشان يفرق من ده حد ده اسئله ثانيه؟ المفعول به ده بيندرج تحت حاجه اسمها السنتكس مش المورفولوجي. ايه السنتكس؟ اللي هو ترتيب الجمله، لو انا عندي فعل ايه المفعول بتاعه؟ وبالنسبه للابد بالذات المفعول بتاعه اسم ولا ضمير؟ اتكلم عنه بعد سنه كامله. في حاجه ثانيه قبل ما اسيب الاسم انا لو عاوز احط اسمين مع بعض اضيفهم لبعض. هقول مثلا ايه؟ أم والله الأم اللي هي اسمها والله اسموتي عاوز أحط الاثنين دول مع بعض ممكن أقول اسموف إم اسموتي إم أحط حرف الإم بالإبتي اسموف إم اسموتي طبعا الإم ممكن أستخدم الإم أو الإم الاثنين صح بس في حروف تاخد الإم مش هقولها دلوقتي يعني مش هقولها دلوقتي في حروف تاخد الإم في حروف تاخد الإم في طريقة تانية بدل الام والال ممكن استخدم الاداة التي يعني الام او الال او الانتي زي ما مثلا تي ما انتي اسموتي الام انتي بتاع اسموت الله ان هو مضاف يعني ايوه ده مضاف ليه ده الشكل بقى عباره عن مضاف ليه حاجه جزء خاص بالاسم ده يمكن اكتر سنتكس اكتر بقى من المورفولوجي اللي هو ايه؟ هتضيف حرف الام او الام قبل بعض الحروف او انتي بس انتي مش بشكل في النص. كان ده هنشوف شويه بعد شويه في النصوص اللي هو الاضافه. تمام كده؟ يعني الام والام مش علامه مفعول؟ لا مضاف. بص حضرتك الام والام بيسموها حاجات كتير جدا. هم علامه مفعول وعلامه اضافه وعلامه عدد ومعدود وصفه ومصف. يعني هم بيسموها حاجات كتير جدا. فهم ده صح ده صح هم مفعول في نفس الوقت اضافه. يعني حسب ما تيجي في الجمله لو بين اسم واسم يبقى مضاف مضاف ايه؟ لو بين فعل ومفعول يبقى لو فعل ومفعول يبقى ده علامه مفعول به. يعني اعرف الان دي والام جاي من اسمين ولا جاي من فعل واسم؟ لو بين فعل واسم يبقى ده فعل ولا مفعول. لو بين اسم واسم يبقى ده مضاف ومضاف. تمام؟ ندخل بعد كده على الفعل. زي ما قلنا في الاسم بالظبط هنقول في الفعل بيبقى عندي فعل استم ثابت وبحط قبله البريفكس اللي هو ايه الكنيسه زي ما هي بس غيرت الدهان بتاعها غيرت السدايا بتاعتها خليتها ابيض خليتها اسود خليتها احمر وهي نفس الكلمه نفس المعنى الفعل هنا في الفعل ده في حاجتين مهمين بيعرفوا مين بيعرفوا الضمير وعدد المفرد ولا جمع والزمن مثلا فعل اشيل وعلى فكره ممكن الفعل يتحول لاسم يعني لو قلت بي اشيل معناها صلاه مين اشيل يا صلوات تي اشيل انا اصلي تحولت لفعل اشيل صلاه لو جربتها من اي حاجه كده بفعل اضافي تمام ناخد امثله على الفعل الفعل لما باجي اصرفه لما باجي اغير المورفولوجي بتاع الفعل بيبقى عندي استن ثابت وبحط قبله زي ما حطيت قبل الاسم و وهار وبي واف وام نفس القصه بحط بس احط ضمائر ايه؟ ضمائر خاصه بالفعل بتاع الحدث ده. يظهر انا الفاعل انت انت هو هي نحن انتم هم. لو بدانا مثلا من الماضي ده اكثر شيوعا لو مثلا كلمه شليل شليل اللي هو فعل يصاب الاستم الجسم بتاع كلمه الحصان بتاع كلمه سام اللي هو الفعل يصاب طبعا ما عرفتش مين صار ولا لو استخدمته بس كده انا هصعب يعني هقول في كيس شديد يعني صار او صار او صار انت او صار انت او صار انت لكن لو احط قبل البدايه بتاعته اللي هو البريفكس السابقه اللي هو المفهوم الصادق زي ما بيقولوا بيعرفني اولا لو هستخدم العمود ده يبقى الفعل في الماضي مع انا اقول اي شديد معناها انا صليت طب انت اق انت صليت او ايه انت صليتي اقف خلي بالك المرض دي بتكرر كتير كتير في التوجيه انا غالبا بتكلم عن المسيح بقول اقف اقف شيل هو صلى اقف ايه هو اتى اقف صوتي ام هو خلصني اقف ماضي في لو مفرد
ثيرد بيرسون سنجلر ماسك اللي هو غائب مفرد مذكر زي بالظبط بس مؤنث اس دي بتقرر حاجات خاصه بالعضله هو اس هي يعني مثلا اس شيل هي صمت شيل احنا صلينا قاتلتين شيل او قاتلتين شيل انتوا صليتوا شيل خلي بالك نقطه الفا شيل هم صلوا هم صلوا ده عاوز ام بي او الام بي البي شيل انا ما صليتش البي شيل انت ما صليتش البي شيل هي ما صليت انت ما صليتيش البي شيل هو ما صلاش البي شيل هي هي ما صليتش البي شيل احنا ما صلناش البي شيل انت ما صليتوش البي شيل هم ما صلوش البي شيل اللي هو انت لو تصلي المضارع بي شيل انا اصلي اكي شيل واحيانا القبضه تحول للكي او خي يعني انت تصلي تي شيل انت تصلي اف شيل هو يصلي اس شيل هي تصلي تين شيل نحن نصلي تين شيل انتم تصلون سي شيل هم يصلون نفس الضمائر دي لو حطيت بعدها ما تديني لا النفي من هنا او ما ما تديني المستقبل هو مثلا تي ما شيل انا سوف اصلي اك ما شيل انت سوف تصلي تي تي را او تي را شيل انت سوف تصلي اف ما شيل هو سوف يصلي اس ما شيل هي سوف تصلي تن ما شيل نحن سوف نصلي تن ما شيل نحن سوف نصلي سي ما شيل هو سوف نصلي نعم التسبيحه لقيت ان الفعل مبني للمجهول بيحطه كانه صح كده بص حضرتك بقى مبني للمجهول احيانا يجيب فعل مثلا ايه احيانا مثلا يجيب فعل عبر عن المجهول مثلا زي اومات تشيل هو واخد مبدا تمدد او ممكن مثلا عادي من حاجه زي كده لكن في الغالب في الابد بيعمل ايه؟ يحط الفعل في الغائب الجمع يعني مثلا ايه؟ تي موتي ايروك يعني انا اناديك مثلا موتي انا انادي او تي موتي ايرو يعني انا اناديك تي موتي ايروس انا اناديها طب لو او ادعوها او اسميها مثلا انا اناديها تي موتي ايروس طب لو عاوز اقول هي تدعى او تسمى او تنادى احط معاها هم بينادوها سي موتي ايروس هم بيسموها هم بينادوها هم بينادوها لا سي موتي ايروس اللي هو هي تسمى تدعى ودي مقدمه صوت كده حد اللي هي المدعوه المسؤول هي يعني ده المبني المجهول اللي هي تدعى لو وصلتها للمفهوم بتاع طبيعتي حرفيا سي موتي ايروس هي تدعى او تدعوها يعني حرفيا هم يسمونها اللي احنا بنترجمها هي تدعى وهي تسمى تمام؟ كده يعتبر زمن ايه بقى؟ ده مطور ده مطور طب في حاجه مهمه برضه احيانا العلاقه بتاع الزمن تبقى بعيده عن الفعل يعني مثلا على سبيل المثال مثلا ماركوس اف شتيل معنى ايه؟ ماركوس ايه؟ صلى برافو انت زين اتعلمت قلت خلاص انت اساسا لما يقول ماركوس اف شتيل معناها ماركوس صلى في حركه جميله جدا ولازم نعرفها دلوقتي لان هي هنستخدمها كتير في النصوص التعبيريه الكنيسه استخدمها كتير اللي هي ايه؟ بدل ما نقول ماركوس اف شتيل يشيل اف ويجي قبل ماركوس يشيل اف من الفعل يجي قبل ماركوس ويحط الالف قبل ماركوس يقول ماركوس شتيل معناها ماركوس اكتبها لكم؟ قول مثلا ايه ماركوس هو في المهم شيل صلى ماركوس شيل ماركوس صلى ممكن اشيل الاداه ممكن اشيل الاداه الخاصه بالزمن خالص في الماضي ده بالذات واقول ايه؟ ماركوس شيل
معناها مرق الصوره ما حطش شرط وممكن من غير فرق ولو كان ممكن اربعه مذكر مؤنث يعني ممكن اقول ايه ماريا شيف ما كان صوت يعني من غير فاي من غير السيما ولا اي حاجه حتى لو جاب يعني انا فاكر من السنه هنا في حاجات كده كتير على سبيل المثال مثلا بقول مثلا خريستوس طوف في بروخ الاسبوت خريستوس طوف فين اف طوف مش هقول المسيح قام بينهم فين اف حط دي معناها اللي هو الزمن الماضي بس من غير ما يحط علامه الشخص نفسه لانه مجرد بس بيحط حرف الالفا قبل الاسم فده بيعني ان انا احط علامه الفعل فاهم هي الالفا دي عامل ازاي في حاجه ثانيه برضو مهم ان انا اعرفها في سنتكس تركيبه الجمله اللي بتقيم ملاحظين انا قلت مرقص مرقص في الاول طب ينفع اقول مفيش فيه مرقص؟ لا ينفع ولا ما ينفعش تركيب الجمله؟ على فكره الجمله في اللغه العربيه لازم ابدا بفعل اقول ما ينفعش اقول مرقص صلاه او لازم اقول صلى مرقص العربيه صح لان الجمله الفعليه في اللغه العربيه لازم تبدا بفعل طيب هنا لما يكون عندي جمله فعليه العكس بقى في الابتي الجمله الفعليه الصح في الابتي لازم تبدا بالاسم والمرقص او الشكل طب لو حبيت انا مزاجي بقى اقول صلى مرقص اعمل زي العربي انا مزاجي كده انا عاوز كده عاوز اركز على موضوع الصلاه ينفع؟ ممكن يبقى مثلا ينفع؟ جمله فعليه هقول لكم بقى نعملها ازاي الحركه هقول لكم نعملها ازاي الحركه اقول ايه؟ طفش دي واحط هنا في النص ان جي واجيب في الاخر ماركوس طفش دي ان جي ماركوس ان جي دي بتاع ايه؟ ولا حاجه ترجمها ايه؟ ولا حاجه اذا الفعل سبق فاعل يبقى حط ان جي ان جي دي ولا بترجمها ولا ليها معنى امال هي جايه هنا بتعمل ايه؟ انت بس وظيفه بتقول لك ان احنا في الجمله الفعليه جبنا عملنا زي العرب وجبنا فعل قبل الاسم بس توتي افوس ان جي مويسيس افوس ان جي مويسيس تقول لي ده ظرف من الحاجات اللي مظهرش تحفظوها احنا لازم افوس ده فعل ماضي سبح مويسيس موسى ان جي دي بتعمل ايه؟ ده تقول لك خلي بالك الفعل جاي ورايا مش انا قلت لك افوس مين يسبح؟ ان جي بتقول لك ان جي ان جي انا جاي اوريك مين الفعل مويسيس هو كل وظيفه ان جي ان بتقول لك ان الفعل جاي ورايا بس جاي متاخر شويه كان مصاب صعب النهارده فجاي متاخر شويه بس دي وظيفه ان جي ما بترجمهاش اصلا يعني في الحاله دي احنا مش بنترجمها دي برضه جزء مهم في تركيبه الجمله